السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار، تحاول الحكومة الفرنسية التقليل من آثار هذه الأزمة على مواطنيها، وخاصة الأسر التي لها دخل ضعيف. هذا وقررت الحكومة الفرنسية رفع قيمة 3 مساعدات اجتماعية بداية من السنة المقبلة، وهذه الزيادات تشمل المتقاعدين بزيادة قدرها 0.8%، المساعدات الأسرية لزولوكاسيو فاميليال بزيادة قدرها 1.7%، وهذا ابتداء من شهر أبريل 2023. كذلك المستفيدون من RSA ستعرفها هي الأخرى زيادة في نفس الفترة. أما الخبر الثاني فيتمثل في مكافأة تصل إلى غاية 120 أورو للمستهلكين الذين لهم عقود مع شركتي إنيرجي وتوتال إنيرجي، حيث قررت هاتين الشركتين مكافأة زبائنها الذين يحافظون على الطاقة ولا يبذرون. وهذه المكافأة تكون عبارة عن تخفيض لفاتورة الكهرباء، والهدف من هذه المكافأة هو تشجيع المستهلكين على التقشف والاقتصاد في استعمال الطاقة، والتي بلغت أسعارها في السوق العالمية ارتفاع جنوني، وخاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء الذي يعرف استهلاك كبير للطاقة. والحكومة الفرنسية هي التي أمرت بوضع هذه الطريقة لتشجيع المستهلكين على عدم الإسراف في الطاقة، وهذه المكافأة ستدفع نهاية فصل الشتاء، وتكون عبارة عن شيك أو دفع في الحسابات البنكية للمعنيين. فيجب على المعنيين التسجيل، وذلك بإرسال بيانات الاستهلاك اليومي، ويكون ذلك عبر موقع كل شركة. فمثلا شركة توتال إنيرجي ستكون المكافأة حسب التقشف ما بين 30 إلى 120 أورو، وتبدأ هذه المكافأة من 1 نوفمبر عفوا ويبدأ حساب استهلاك للحصول على هذه المكافأة ابتداء من أول نوفمبر 2022 إلى غاية 31 مارس 2023. فالزبائن المعنيين على كل مستهلك له عقد مع الشركة من شهر نوفمبر 2021 وله عداد من نوع لينكي، ويجب انتظار إلى غاية شهر أبريل 2023 من أجل الحصول على هذه المكافأة. كان كل هذا ما لدينا لنهار اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.